لا اما بص، حموده كان قايل اول امبارح في شويه حاجات كده تبع السوشيال ميديا حلو أوي. ان هو مش هيسجل اغاني مع مطربين تاني عشان هو اكبر نجم شعبي في مصر. هو قال كده يعني، او أها الكلام انا قريته كده. فانا بقول له ان انا هسجل معاه اغنيه. يعني أنت بتقولها صريحة، كده يعني كده هنستنى. انت ترضى تسجل مع المطربين، ما ترضاش تسجل مع المطربين، والله العظيم لا تسجل معايا اغنيه. من الآخر الرسالة للنجم وده وعد، عباسة حمودة. وده وعد منك انت ليا. انا قلت لك ابويا مات يا عم عباسط، وكنت لسه اسجل معاه شويه اغاني، فابويا موصيك علينا، وانا زي اي واحد من ولادك. الرسالة خلصت. وانت ببقك قلت لي اعمل الاغنيه وجهزها يا حبيبي يا ابن اخويا، وتعالى لي الاغنيه جاهزه وانا جاهز. وقت ما الاقي ان انت رايق والموسم خلصان انا مش هحلك يا عم عباس. واحنا هنقطع الجزء ده ونبعته لك في رساله شخصيه عشان نفكرك برضو النجم عباس الحموده. احنا صاحيين يا ده بيه، حبيبي يا عم عباس، ربنا بحبه. يديله الصحه حبيبي. وانت حبيبي ونورتني بجد، النجم خميس شعبان عبد الرحيم، معلش ان تاخيره كان